السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو وصلنا للجزء الأخير لاكت 5 من لو بورجوا جونتيوم. في هذا الفيديو غادي نشوفو لا سين اون، المشهد الأول من هذا الجزء الأخير. Alors donc l'histoire toujours في la maison de monsieur Jourdain, les personnages madame Jourdain و monsieur Jourdain, donc deux personnages. Alors madame Jourdain apercevant monsieur Jourdain، مدام جوردان شافت راجلها ابيي لابس بور لا سيريموني، لابس لهذيك الحفله اللي دازت ديال انهم يردوه ماما موشي واللي كانوا دايرينها الاتراك. لوي دوموند كي لا فاغوتي، غتبقى تضحك عليه تقول ليه شكون يلبسو بهذه الطريقه، بهذه الطريقه غبيه، غتضحك عليه كوم سولا. مسيو جوردان اكزيج، غيطلب منها بلوس دو ريسبي، يقول لها احترمي راسك احترميني. كاغ لي مانتونو ماما موشي، قال لها دابا ما بقيتش بورجوا عادي، ما بقيتش شخص عادي، وليت ماما موشي، عندك اللقب اللي داروه في ديك الحفله اللي كان كيضحك عليه فيها كوفيال مع كليونت. مدام جوردان ني كومبرون ريان، ما فهمت والو، ما فهمت والو، كيفاش ولا ماما موشي، شكون هي هاد ماما موشي اتتها. اكزيج دي زيكسبليكاسيون، غطلب منه دي زيكسبليكاسيون، تفسير يشرح ليها. Son mari se met à parler en langue turque. Monsieur Jourdain غيبقى يتكلم باللغة التركية، زعما راه تعلم صافي ولا تركي ولا تعلم اللغة التركية. Et Madame Jourdain convaincue، مقتنعة، qu'il a perdu l'esprit، مقتنعة صافي، قالت أن الراجل صافي فقد العقل ديالو، حماق، صور غتخرج وغتخليه صافي، يعني بقات كتقول صافي حماق وما بقاش بعقله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.